بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك، منورنا. تحياتي ليك كابتن ايمن، الله يخليك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا نجومك العظام الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن ناصر مبروك النادي الاهلي، وحظ اوفر للنادي الاسماعيلي. دايما كابتن ايمن في البدايه بنقول ان مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي من زمان، واحنا بنقول ان دي مباراه كبيره جدا جدا، سواء من الناحيه الفنيه بالنسبه للاعبين او من الناحيه التحكيميه. يعني احنا بنتكلم على التحكيم، يمكن لجنه الحكام بتبقى عامله حساباتها كويسه قوي ان هي بتختار طاقم تحكيم على مستوى عالي، ان دي بتعتبر من المباريات الكبيره كابتن عادل اللي بتبقى في الدوري الاهلي الاسماعيلي، الاهلي والمصري، المباريات اللي كانت جماهيريه دايما، وانت يمكن لعبت وشفت. فالنهارده انا طبعا بشيد بلجنه الحكام الرئاسيه ان هي يعني قدرت ان هي تختار طاقم تحكيم على مستوى عالي كابتن ايمن، سواء كان حكم الميدان او الحكام المساعدين اللي النهارده عاونوه. ظاهره المباراه النهارده انا بقول النهارده كان في اداره تحكيميه من الحكم، اللي احنا دايما يعني بنقول دايما الحكم لما بيكون هادي كابتن ايمن القرارات بتنعكس على الحكم، وبالتالي كمان كان في تعاون كبير جدا جدا من الحكام المساعدين على مستوى القانون، ودي كانت بالنسبه للبدايه اللي احنا بنتكلم فيها الظاهره اللي كانت موجوده في المباراه. هنروح لطاقم التحكيم النهارده. طاقم التحكيم النهارده مكون من الحكم الدولي ابراهيم نور الدين، ومعاه كمان الحكم الدولي احمد حسام طه من منطقه القاهره حكم دولي، وعندنا محمد عبد المجيد ايضا من حكام منطقه اسكندريه. الحكم الرابع كان محمود رشدي من الوادي الجديد. كان على غرفه الفار كان الكابتن محمد الصباحي، وكان معاه موجود مصطفى الشوادي. احنا بنقول اداره تحكيميه جيده، ومن خلال الحالات كابتن عادل هنمر بسرعه. انا اخترت يمكن عملت تنويع في اختيار الحالات كابتن علاء، يعني بحس ان مش كل الحالات للحكم، جبت اكتر من حاله لحكام المساعدين. ونشوف هنا بنتكلم على حكم المباراه، هنقف هنا بس نفس هرجع تاني كده للزاويه اللي فاتت ونمشي ونشوف المخالفه كابتن عادل، عشان انت بتحب التحكيم قوي كابتن عادل على فكره. ايوه هنا ستوب، هنا الحكم مش باين خالص كابتن عادل. واحنا قلنا دور الحكم المساعد كابتن ايمن، انت كنت حكم، هو ان هو يشير على الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. مظبوط. وبالتالي هنا هنشوف احمد حسام طه الحكم المتميز اللي النهارده بيتعاون في القرار، هو احتسب المخالفه. هنا نشوف الحكم المساعد احمد حسام طه وبيشير بالمخالفه، ودي حاله بنقول عليها حاله من حالات التعاون، المخالفه موجوده وقرار الحكم المساعد كان قرار جيد. من خلال قناه الاهلي بنقول لكل حكامنا هو ده التعاون في الحالات اللي هي قريبه من الحكم المساعد. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا بنشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. هقف ستوب، هرجع تاني كده، همشي شويه. شوف الحكم ابراهيم نور الدين فين يا كابتن علاء؟ دايما دي منطقه كابتن ايمن، المنطقه العاميه اللي هي ما عندكش حد يساعدك فيها. ايوه. ونقول الحكم دايما خلي بالك هنا، لابد انك انت تكون قريب. هنمشي كمان شويه كده ونشوف ابراهيم، اعتقد ان هو قريب. ساعه الارتكاب مخالفه هيكون تقريبا هيوصل هنا. نمشي. خلينا نتفرج على الحلقه من الاعاده اللي جايه. ونشوف. تمام. هرجع تاني للحلقه ونشوف هنا. كابتن احيانا انا كمدافع، السؤال واللي كان بيلعب مدافع يقول لي انا كمدافع انا بروح فين؟ انا واقف في مكاني والقانون اداني الحق ان انا اقف في مكاني. نرجع للحاله بس من فضلك، نرجع للحاله بتاعت ايوه هنا. نمشي انا هنا ستوب. هو مين اللي راح لمين يا كابتن ايمن؟ حسين اللي راح. انا كمهاجم رايح، وانا صح. كمدافع من حق ان انا العب او من حق ان انا اتنافس. مظبوط. طب قول لي هو هنا فين المخالفه؟ حد يقول لي هنا فين المخالفه؟ وبالتالي دي حاله من الحالات التقديريه. صح. اللي اعتقد ان ابراهيم هنا خلى اللعبه توصل. صح. وما حسبش حاجه. محمد صباح على الفار. انا بص في الكوره دي يا كابتن، عايز ابص على ايد حسين السيد. تمام، ممكن اشوفها. تمام، نرجع تاني كده ونشوف هنا ظهره. ايوه هنشوف هنا. ماشي نكمل ستوب. انا كابتن أيوة، حتى هقول حاجه مهمه. اللي هيطلع يقول لي ده في ايد من لاعب النادي الاهلي رايحه. ايوه انا ايدي في جنبي، ما راحتش كابتن عادل، ما راحتش للمنافس. ايوه ايدي في جنبي، وبالتالي انا بحمي نفسي زي ما قلت. هنا انا كمدافع من حق ان انا العب الكره، ومن حق ان انا اتنافس، ولكن هنا اللي جاي على مين؟ هو حسين الشحات. حسين جاي على لاعب النادي الاهلي، وبالتالي هنا ابراهيم خلى اللعبه توصل، وده القرار الصحيح. ما فيش
اي مخالفه كابتن شريف لركله جزاء. انا بكلم محمد الصباحي حكم كبير سواء كان في الاونفيلد او كان في الفار. محمد، هذه حاله من الحالات التقديريه اللي دايما في البروتوكول بنقول ايه؟ سيبها للحكم. مظبوط. تمام كابتن ايمن؟ مظبوط. وخلينا نتكلم في البروتوكول بالحالات الواضحه قوي 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 اللي صح. هي معلاش جدال، قلنا الفار بيجيب الحكم امتى؟ لما احنا الخمسه كابتن كده واحنا موجودين نتفق على لعبه دي ركله جزاء. وخصوصا يا كابتن ان الكابتن ابراهيم نور الدين كان واقف في زاويه رؤيه صحيحه. هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى كابتن ايمن. هو هنا انا ابراهيم هنا ارى اللعبه كويس قوي وابتدى يروح في المكان. مزبوط. هنا مفيش مخالفه خالص. ده فشل في المرور، ده ما عرفش بالظبط ووقع على جسم اللعيب. فانا بقول يا جماعه يا حكام الفار من فضلك سيب مساحه شويه للحكم. وبعدين في حاجه مهمه جدا عاوز اقولها كابتن ايمن، هو النهارده الصباح لو ما تدخلش ما هو ده قرار. اي مظبوط ولا انا بتكلم غلط؟ ما هو ده قرار انت ما خدتوش، انت خدت القرار بدك ان انت ما تتدخلش في الحاله. نمر ونروح نشوف الحاله اللي بعد كده. هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا بنشوف. انا جايب الحاله دي مهمه جدا ليه؟ بنقول للعبتنا كلها كابتن عادل انذار، يعني لا داعي انك انت تاخد الانذار. انذار ببلاش. ببلاش. يعني دايما انا بقول حاجه مهمه، الانذار يتاخد في 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 جريمه انك انت بتعطل اللعب. الراجل رايح يجيب جون وبالتالي هنا انذار، يعني الانذار طبعا ملوش بيتقال عليه انذار تكتيكي يا كابتن. بالظبط كده يا كابتن عادل. وانا بقول لحسين يعني لعبه ميته اصلا، هي كانت خارج الميدان وبالتالي هنا لا تستحق انك انت تروح. نشوف هنا الدفع موجود وبالتالي هنا البطاقه الصفراء هنا بطاقه صحيحه من الحكم ابراهيم نور الدين. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا حاله من حالات التميز للحكم مساعد في الاعاده، هنشوف كويس قوي قوي. هنا الرابط لحظه لمس الكره وموقف التسلل. نشوف حالة تمام، نطلع الكرة ونشوف تمام، الراجل كان في موقف تسلل ثم راح تداخل وبالتالي هنا الحكم ساعدنا احمد حسام طه. دايما بيقول ان هو كان متميز النهارده واشار وتعاون بشكل جيد جدا في الحالات. نمر ونروح للحالة اللي بعد كده. هنا هقف محمد مجيد، هنا نلاحظ محمد مجيد هو اشار بعد اطلاق الصافره من ابراهيم نور الدين. تمام، واحنا قلنا دايما هنا يا محمد هذه مخالفة جنبك. ايوه. نشوف المخالفة تاني كده كابتن علاء، كابتن شريف. نشوف المخالفة هنا لطشة بالإيد، هنا ستوب، هرجع تاني. زاوية الأيمن هي. نشوف الإيد هنا رايحة، لاعب الإسماعيلي، هنا ستوب خلاص. هنا إحنا بنقول الحكم المساعد. هنا إبراهيم بعيد. صح. وهنا إحنا بنقول الحكم المساعد دورك في يأتي في الأخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. الحكم. وانا بقول محمد هنا كان يجب عليك انك انت اللي تشير وتدي القرار. مزبوط. مش ابراهيم، وبالتالي هنا رغم ان ابراهيم ادى القرار وادى الانذار. كابتن هنا في حوار بيحصل بين اللاين مان والحكم. بالظبط طبعا في الكوميونيكيشن كابتن. هو كمان في حاجه مهمه جدا، ما انا كابتن انا بعتبر نفسي مساعد وكابتن شريف حكم، انا شفت حاجه حضرتك ما شفتهاش، انا بكلمك في الكوميونيكيشن كابتن شريف هنا في مخالفه وكمان تستحق البطاقه. ولادي مدي اشاره معاه. بالظبط، لا انا بكلمك بقى في خلاص في الكوميونيكيشن، انت حياتك بتبقى جاي اوريدي خلاص بقى مش محتاج حاجه، بتيجي تحسب المخالفه وبتدي البطاقه الصفراء على طول. ده دور الحكم المساعد لما يكون في خطا حضرتك ما شفتوش انا بتعاون مع حضرتك فيه. حتى لو الكره معاه زي دي يا كابتن، الكره كانت مع لاعب الاسماعيلي فعمل ايديه. بالظبط. فخبط. لسه في كان كره زيها في الدوري السعودي، كان الاتحاد والشباب لسه محسوب بنالتي بنفس اللعبه دي، برده اللعيب كان معاه كره بيلف وعمل ايده كده. بالظبط كده، خد بنالتي. هو هنا كابتن عادل ايه انت بتتكلم في لاعب، انت ليك الكوره ولكن الايد ما بتلعبش الكوره، الايد بتلعب الوجه. ولكن انت لو النهارده بتروح للكوره وبتلعب الكوره بدون ارتكاب المخالفه، الحكم هيخلي اللعب يتواصل. تمام، نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا. نشوف هنا هل هناك ركلة جزاء؟ حالة برضك من الحالات المهمة. نشوف ابراهيم نور الدين النهارده كان عنده تمركز فوق الامتياز. نشوف هنا الكرة بتصطدم بصدر اللاعب النادي الاسماعيلي وبالتالي هنا مفيش مخالفة خالص، حتى لما ارتدت ما جاتش في الايد يا كابتن علاء. نمشي اللعب، نمشي هنلاقي الكرة ارتدت في الصدر وبالتالي هنا كان قرار ابراهيم نور الدين نتيجة التمركز الجيد كابتن أيمن. صح. خد القرار الصحيح وخلى اللعب يتواصل وهنا مفيش مخالفة. يعني هنا بنشوف هنا الكره بتصطدم ثم بترجع تاني لحسين الشحات. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف حاله تانيه وحاله من الحالات اللي هنقول الحكم المساعد جاي هو دوره. هنشوف هنا، شوف تكنيك رايه فوق من امتياز. مظبوط. اشاره ناحيه الاتجاه فوق الامتياز.
ده تكنيك رايه مع احتساب مخالفه مع اشاره مزبوط. على اللي ارتكب المخالفه. شوف هنا هل في مخالفه ولا لا، نشوف في الاعاده. احمد حسام طه في ثقه في القرار، نمشي. المخالفه موجوده، وهنا نلاقي ابراهيم كان بعيد شويه كابتن ايمن. صح، ده دور الحكم يا جماعه يا حكام مساعدين من خلال قناه النادي الاهلي، بنقول هو ده دور الحكم المساعد الذي يشير على الاخطاء ويتعاون مع الحكم طبقا للقانون في هذه مزبوط. الحالات مزبوط. تمام، برافو احمد حسام طه في هذه الحاله، ونمر نروح نشوف ايه الحاله اللي بعد كده. يلا بنالتي طبعا، حاله من الحالات المهمه جدا، من نجح في لعب الكوره دايما انا كحكم كنت بخاف، مهاجم كنت بخاف. طبعا في الحالات دي هل الحارس حط ايديه في الكوره ولا خد الرجل؟ مظبوط، دايما كنا بنقول ايه، خلي بالك يا حكم لان اللعبه دي من اخطر الالعاب. نجح باص زق يلمسها بالجول، لمسها بالجول، وهنا ده اللاعب هو اللي نجح في لعب الكره، ثم حصلت العرقله او الايد اللي هي راحت في الرجل، وبالتالي هنا ركله جزاء 100% مش 90 يا كابتن عادل، 100% ركله جزاء سهله قوي قوي، وبالتالي انا شايف ان ابراهيم خد القرار وواثق كويس قوي قوي. صح، والفار النهارده لما نشوف الفار هنا بيستنى طبعا بيعمل كونفيرم مع الفار، هنلاقي ان الفار هنا اكد على القرار، وبالتالي هنا هنا في تنافس يا كابتن عادل، في تنافس، يعني هو اللاعب الحارس لما بيبقى رايح يتنافس. يعني هنقف هنا ستوب، يعني لما يكون في تنافس هنا ومش فرصه واضحه هنا بيخلي اللعبه تستمر. مفيش بطاقه هنا، بنتكلم على التنفيذ يا كابتن. هنا نمشي كمان ونقف سن، لا ارجع بس لحظه لمس الكوره، لحظه لمس الكوره ماشي. سنه كمان، لا ارجع تاني بعد اذنك بس. تمام، لحظه بس، انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا خاصه بالتنفيذ يا كابتن ايمن. اللعيبه اللي دخلت، نمشي كمان نمشي كمان نمشي كمان. ها اللي اسمها الاكثر، ها ماشي ستوب ستوب. هنا كابتن كام لعيب دخل من النادي الاهلي وكام لعيب دخل من الزمالك؟ اسماعيل اكتر، اسماعيل، السؤال النادي الاسماعيلي، السؤال 4-3 لو الكره دي خرجت بره، 5-3 او دخلت هدف، هنتكلم بقى في القانون. ايوه، طالما هنا لعيبه دخلت وهنا لعيبه دخلت، الحارس صد تعاد، تعاد دخلت تعاد. مظبوط، كده بيقول الحكم دايما ايه، خلي حاجه اسمها التحكيم الوقائي. ايوه، انت في البدايه يا كابتن شريف انت الحكم. ايوه، مش هستأنف الا لما اللعيبه دي تقف وكل اللعيبه تخرج خارج الميدان عشان التنفيذ يبقى صح. ومع ذلك هنا نشوف هنا الحارس كمان، هنا نشوف اللعبه، نمر هدف، والهدف طبعا صحيح وركله جزاء صحيحه 100%، وده نتيجه التمركز الصحيح للحكم في هذه اللعبه. نمر للحاله اللي بعد كده، دي اخر حاله اعتقد، دي اخر حاله. في النهايه بنقول ايه؟ بنقول ان لجنه الحكام لما بتختار طاقم تحكيم على مستوى المباراه ويكون في اهتمام من الحكم بالمباراه ويكون في تركيز من طاقم التحكيم، اعتقد بيبقى نجاح مش بس للحكام، لا نجاح للحكام ونجاح للجنه الحكم. نتمنى نتمنى ان الحكام النهارده تركز في اللي جاي، اللي جاي يبقى صعب كابتن ايمن. ومبروك للاهلي ثاني مره، وبنقول ان شاء الله ربنا يعني نبارك للاهلي في المباراه القادمه باذن الله. اعتقد ده من افضل المباريات اللي اداها الكابتن ابراهيم نور الدين للنادي الاهلي. هو ابراهيم، انا بقول النهارده تاني، بقول ابراهيم النهارده انت شفت نفسك يا ابراهيم، النهارده انت كنت هادي. صح، والهدوء انعكس على قراراتك في الملعب. مظبوط، فمحتاجين انك انت تكون هادي وما تقلش عن هذا المستوى كابتن عادل. صح، يعني الحكم لما يبقى في مستوى كابتن علاء ما تقلش عن المستوى ده نتيجه التدريب المستمر، الاهتمام، التركيز. اتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري، وان شاء الله باذن الله نتمنى برضك تاني بنقول للنادي الاهلي في المباراه القادمه. بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الرائع كابتن نصر عباس. بشكرك يا كابتن ايمن، الله يخليك. بشكرك، وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي الدوري العام الممتاز المصري، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 2-0 بهدفي بدر بنون وصلاح محسن. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباريات القادمه. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن نورتنا. اشكرك كابتن ومبروك، عقبال الماتش الجاي ان شاء الله. الله يبارك فيك كابتن. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن نورتنا. شكرا ايمن ومبروك، وان شاء الله مباراه فيتا ان شاء الله المكسب كلنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء ميهوب شرفتنا، الف شكر يا كابتن. مبروك لجميع النادي الاهلي، وثلاث نقاط مهمين، وان شاء الله نباركهم الثلاثه يا رب طبعا. ان شاء الله. كابتن علاء عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن نورتنا. مبروك، نقفل النهارده ونستعد ليوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقة حياتي.